His name is Islam. He lives in Askar camp. And this kid is something else. One day, I tried to do some kind of techniques with him, like to do more discipline. And his reaction was, okay, you want to make me sit here? I will show you. He ran away from our center, and he threatened to kill himself. This is not right. I called his parents. And the father was very honest. يعني أنا إسلام ضربته حشرته في الدكان في عندي مخزن دكان حشرته ضربته علقته يعني تفننت في إسلام أنا تفننت كل دقيقة باب الدار يضرب مين إسلام ولع نار بقول لك فيش حدا من الشارع حتى من الشارع أو من عيلتي من عمامه أخواله كله إلا أجت وصلت له إسلام كسر سديل يا زلمة الصغيرة سديل اللي كانت هون كان هذا ما كانش عندي هدول كان هذا محطوط هون وكان الفراش نحط عليه طلع فوق مسك أخته هاي الصغيرة الرفيعة هش كان عمره بجوز 8 شهور إسلام ما بيعملش هذا الحساب حساب إسلام لما بكون غلطان بيجيب حدا معه حماية وبيجي أكتر إسلام مش ابن عيشة بيعمل أعملات And so the kid coming to us, showing us that what else you can do? What kind of ways you will teach me? He grew up with that pattern of system and he expect any system in the world is the same. He needs somebody to believe in him. And a lot of things change just with one intervention. صار عنده اهتمام في المركز بشكل رهيب جدا. صار إسلام يروح على المدرسة من المدرسة كانت 12 ونص يروح مدرسة مركزه واحد تنتين إلا ربع مش إشي صعب بس كيف تدخل كيف المدخل يعني كل واحد وتعليمه هاي بتكون زي الحرام الكبيرة هاي تعملوها هيك بتقعدوا تحتيها إله إيدين بعدين تفلتوا وتقعدوا تحتي بصير زي البيت صار كتير عندي صحاب وممكن قال بيقولوا لي لما تطلع بالطيارة افتح الشباك ولما توصل هذا الأبيض بالسماء اعمل هيك بيطلع لك تلج اصير طيار عشان اوصل الناس حياتي تغيرت لما صارت احسن